وللمزيد ينضم إلينا هاتفيا الدكتورة نيرفانا حسين، مقرر اللجنة العلمية بالمبادرة الرئاسية للكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية. أهلا بك معنا يا فندم. يعني طبعا بنتحدث عن هذه المرحلة الثانية من المبادرة الهامة اللي طبعا بتستهدف الكشف المبكر عن عدد كبير من الأورام اللي طبعا بتمس أو يعني بيصاب بها عدد كبير جدا من المصريين، وخاصة في السنوات الأخيرة انتشر مرض السرطان بشكل كبير. كيف يمكن الاستفادة من هذه المبادرة خاصة في مرحلتها الثانية؟ الاستفادة من المبادرة هو ان احنا بننصح كل المواطنين فوق ال 18 سنة ان هم يتوجهوا لعمل الاستبيان زي ما حضرتك تفضلتي وقلتي. الاستبيان ده بيتم عمله عن طريق توجه لأقرب وحدة صحية او عن طريق الخط الساخن للوزارة او على دخول موقع 100 مليون صحة، هيلاقوا اللينك بتاع الاستبيان اونلاين. بالظبط، هدفنا طبعا الاكتشاف المبكر. يعني الدولة بقى عندها الحقيقة من الوعي من سنين، من يمكن 5 سنين او حاجه، ان الاكتشاف المبكر للسرطان بيعني الشفاء التام. ومن هنا توجهت كل جهود الدوله بالمبادرات الرئاسيه بتكليفات من مجلس الوزراء ان يتم عمل مبادرات رئاسيه لكل انواع الاورام. فاحنا تباعا ابتدت بالمبادره الرئاسيه لعلاج سرطان الكبد، بعد علاج فيروس سي، وبعدها لصحة المرأة اللي هي كان مستهدف بيه السيدات لسرطان الثدي، ودلوقتي بتستهدف الأربع أنواع من الأورام اللي حضرتك تفضلتي وقلتي عليهم. دي من أكتر الأنواع الأورام انتشارا، وبالتالي الاكتشاف المبكر بيعني الشفاء التام. احنا بننصح كل المواطنين إنهم يتوجهوا لعمل الاستبيان، لأن لو كان في أي عامل خطورة قد يؤدي أو قد يسبب في مرحلة ما إنه يصيب هذا الشخص بالسرطان، يتم اكتشاف ده مبكرا، التعامل معاه مبكرا، وبالتالي الشفاء التام. طيب يعني كيف المراحل ما بعد التعامل او ملء هذا الاستبيان، كيف بيتم التعامل مع المريض ما اذا تم الكشف ان عنده اي من هذه الاعراض؟ احنا بس الاستبيان هو ما فيهوش اعراض، يعني احنا بنقول ان احنا مش يعني انا من خلال قراءتي حضرتك بيتسال بعض الاسئله ومن خلالها بيبان ان هو ممكن يكون معرض لحاجه زي كده، او دي بقى من ضمنها التاريخ المرضي في العيله، او هو كان عنده تاريخ مرضي لاي زوايد في القولون، او يعني اللي اقصده ان احنا عايزين الناس تروح بصرف النظر عن وجود اعراض ولا لا، عشان دي بس معلومه ممكن يبقى مش اي حد فاهمها، ان انا لما اتعب اروح اكشف. لا، احنا عايزين نروح نعمله من غير ما نبقى تعبانين خالص، يعني احنا عايزين نروح نعمله كفحص دوري مبكر بدون وجود اعراض. بعد لما المواطن بيتوجه لملء الاستبيان ده، بيتم بناء على الاجابات على الاسئله بيتم ان هو بنقدر نعرف اذا كان هو مستهدف للفحص الدوري عن احد 4 الانواع من السرطان. يعني لو مثلا كان مدخن وعمره أكتر من 45 سنة، شوية أسئلة كده بيتم بنقول إن هو ده مستهدف لسرطان الرئة على سبيل المثال، فبيتم تحويله لعمل أشعة مقطعية منخفضة الجرعة اسمها لو دوز تي تي. كل ده طبعا بيتم بالمجان؟ تماما بالمجان تماما، وإذا تم تشخيصه بالإصابة بالفعل بالسرطان بيتم علاجه تماما على نفقة الدولة، لأن هي المبادرة هي كشف مبكر وعلاج. نعم، يعني احنا بنتحدث عن المرحلة الثانية، يعني عايزين نعرف من حضرتك الجدوى الصحية من والاقتصادية طبعا من المرحلة الأولى اللي تمت في عدد من المحافظات، اللي بالتالي منتظر ان هي تنتقل إلى المحافظات المرحلة الثانية. المرحلة الأولى يعني عدد الاستبيان لحد يوم 12/12 كان تقريبا 2,400,000، وده رقم كويس جدا، وتم تحويل زي ما قلت لحضرتك سواء كان المواطنين مستهدفين لسرطان الرئه بيروح يعمل اشعه مقطعيه، مستهدف لسرطان البروستاتا بيعمل دلالات اورام، مستهدف لسرطان عنق الرحم بيعمل مسحه عنق رحم، مستهدف لسرطان القولون بيعمل تحليل اسمه فيت تيست او منظار قولون. بناء على دوت بنقدر تم اكتشاف بالفعل حالات ايجابيه وجاري علاجها في الوقت الحالي تماما على نفقه الدوله. والحقيقه طالما ان المبادره يعني في المرحله الاولى ان بيبقى في حالات ايجابيه بيتم اكتشافها، يبقى احنا على الطريق الصحيح في اهداف المبادره. ان حضرتك عايزه تكتشفي الحالات دي بدري، تعالجيها بدري، فبالتالي يتم شفائها الشفاء التام. وطبعا ده بيكون ليه انعكاس اقتصادي ايضا، لان طبعا تكلفه طبعاً العلاج هذه النوعيه من الامراض تحديدا بتكون مكلفه جدا. مراحل طبعا تشخيص المرض في مراحل متقدمة بتكون مكلفة عبء مادي ومعنوي الحقيقة، على يعني عبء مادي على الدولة أو على الأهالي، ومعنوي لأن بيكون كل ما اكتشفنا بدري زي ما قلت حضرتك بيبقى هدفنا من العلاج هو الشفاء،
غير لما بيكون هدفنا في المراحل المتقدمة تقليل الأعراض أو أي كان، بس ما بيكونش، ما بنقدرش إن نقول إن هدفنا في المراحل المتأخرة الشفاء التام. نعم، من خلال متابعتكم في المرحلة الأولى، أكتر الأعمار السنية اللي بتكون عندها معرضة أكتر للإصابة ولا ملهاش معيار فيما يتعلق بالسن؟ أنا بقول لحضرتك كل نوع من أنواع الأورام هو ليه مرحلة عمرية بيبقى فيها عالميا، دي أكتر مرحلة تم فيها بيتم فيها الاكتشاف. زي ما بقول لحضرتك مثلا سرطان الرئة 45 سنة فيما فوق، سرطان القولون برضو نفس الكلام، سرطان البروستاتا 50 سنة فيما فوق حد 75 سنة، دي بتبقى أكتر فئة بتكون مستهدفة، وهي دي اللي احنا بنحولها بالفعل العمل. طب وفئة الشباب بيكون أكتر نوع يعني متوقع يصاب بيه؟ في كل الأنواع اللي بنقولها ممكن يجي في مراحل مبكرة، يعني ممكن تيجي في مراحل مبكرة وده الهدف من الاستبيان، بس لازم بيبقى ساعتها معها أعراض، يكون معها أعراض. نعم، بشكرك. يعني لو حد اشتكى من نزيف شرقي مثلا ده لازم يتوجه على الفور، ده يعني ان هو يعمل الاستبيان، وحتى ده بيتوجه فورا لعمل منظار، يعني ما بنعملوش تحليل الاول عشان نشوف. لو اي مواطن اشتكى من نزيف شرقي على سبيل المثال ايا كان عمره، لازم يتوجه فورا ان هو يعمل الاستبيان، علشان لازم يعمل منظار، يعمل الاول الاستبيان، مش يتوجه على طول للوحده الصحيه او المكان الطبي اللي تابع ليه. ما هو الاستبيان في الوحده الصحيه يعني هو عشان يبقى جوه منظومه المبادره، هو المبادره هي منظومه الكترونيه، فعشان يبقى كل خطواته جوه المنظومه لازم تكون البدايه هو عمل الاستبيان، عشان يتحول وكل خطواته تبقى عن طريق المبادره. طيب انا يعني هسال برضه حضرتك على حاجه جزئيه خاصه بي، يعني احنا تحدثنا عن المحافظه بشكل عام، ولكن داخل كل محافظه بيتوجه المواطن عشان يملى الاستبيان ده لاي وحده صحيه او اي مستشفى حكوميه تابعه للدوله بتكون داخله تحت مظله المبادره؟ بالظبط كده، بيملى الاستبيان، ولو هو مش قادر يروح زي ما بقول لحضرتك ممكن يملاه اونلاين، لو هو مش قادر يملاه اونلاين يكلم الخط الساخن وهم هيساعدوه، اللي هو اي وسيله اللي هو 15335. تمام، بشكرك شكرا جزيلا الدكتورة نيرفانا حسين، مقرر اللجنة العلمية بالمبادرة الرئاسية للكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية، شكرا جزيلا لك.